حاجة بتتبني عليها البيوت الاهتمام، الاحترام، المودة، وان انا اخاف على قلب اللي قدامي. الثقه والصدق والتفاهم. التفاهم والموده والرحمه. الاحترام والتفاهم والتقدير، ان انا اقدر الشخص اللي قدامي واقدر اللي بيعمله. اكتر حاجه بيتبني عليها البيوت وبتحافظ على الحب هو الاحترام ما بين الطرفين والصراحه. اكتر حاجه الاحترام، ان انا احترم رايه وهو يحترم رايي. اكتر حاجه بتتبني عليها البيوت وبتحافظ على الحب هي المصداقيه او الشفافيه. احترام والاهتمام بشكل عام يعني. الاحترام هو اللي بيقوم البيت اكتر كمان من الحب. قدري اكتر حاجه لازم تكون متوفره في البيت هي الاحترام، لان لو في احترام متبادل بين الطرفين الحياه كلها تبقى سعيده، كل طرف هي 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 هيبقى سعيد في حياته ومش هيقابله مشاكل فيه.